يلا نرجعوا معكم هذا التغطيه المباشره ل ان شاء الله عمليه دفن ريان وصلاه الجنازه مراسلنا من هناك يوسف التبابي سنكون معه على تواصل مستمر ان شاء الله باش نعطيكم كل جزئيات عمل صلاه الجنازه وعمليه الدفن ان شاء الله وكيف تمر اذا ريان سواء عمليه الدفن الان اللي احنا مواكبينها او قصة وعمليه الانقاذ وموت كل حدا بواحد التغطية إعلامية لم تسبق لأي حادث مماثل في العالم أقولها وأعيدها وأكررها لأي حادث مماثل في العالم لم يحظى بتغطية إعلامية كما حظي ريان والداء وفي ذلك أمر من الله سبحانه وتعالى